المتابعين اول سمكه نصيد. هاي شنو هاي؟ خلينا نشوفه. هذا يسموه بيرتش، هذا يسموه بيرتش. هذا كلش طيب، كلش طيب بالاكل. Got perch. Yep. But I think it went all the way to the guts. I didn't even realize the first perch I've seen caught out of here. Me neither. خليه بالمي شوية، لا ظل ظل ما ظل. هي انه هو صغير مو كبير خطية. خلينا هذا مال هواء. But I wanted to make some tea first. شوية احنا نتهدر. الريحه تخبط طبعا، ما خليت له دهن لان هو انا جبته دهين لحم مثل ما الكباب، فهو يذب دهنة ما يحتاج احنا كل شيء نسوي، بس مجرد ان نذبه هناك بالمي بالعطاوه ونحط له التتبيله الزينه. جبنا ويانا جبنا ملح هاواين، ما ادري شنو، بينك سولت، ملح هاواي الوردي، وش عيني. وجبنا ويانا طوز مال بصل وطوز مال ثوم. تصير حاله حال الباستر مال. نفرم لنا طماطاي عليها زين. شاي تهدار جيب. شوف شوف بدعتي، شوف شوف يا حلو. I would rather be fishing. طبعا بالشغل قبل سنتين ثلاثة مديرتي تعرف اني احب الصيد،
جابت لي هاي هدية، مشكورة كيرو. نحاول نقبوها شوي، الصفار يلزم بس ما راح نطق الصفار. صارت تمام. ملوحة شوفوا الصفار شلون حلو سووا اياها. ويلي متابعينا الاعزاء، متابعين قناة اشياء صغيرة بالحياة، احنا طالعين بمغامرة صغيرة. هاي هنا هاي السمكة، سنارة ضربت يمكن. نصبنا 3 سنارات مال كارب، وهاي خليت بيها دود، بس هذه ما ادري يمكن صادت فتشي. اي صادت فتشي. يا الله يا الله، بسم الله. نشوف. يا الله بسم الله. اي اي جتنا سمكة. يا الله على كيفك، على كيفك خبطت الدنيا كلها. مشكلته هذا البرش ده يبلعها لي البطن. يا الله، يعني ماكو مجال انقذه. هذا طيب بالتقلا، كلش طيب. هذا يسموه، هذا اسمه بيرش. هذا البرش ما اعرف شو يسموه بالعربي بصراحه، انا مو قوي بالسمك بالعربي. انا ذاك اليوم بديت اصيد هذا البرش، من تقليه طعمه خرافي. احنا قاعدين ننتظر اخوان، حصلنا سمكات 2 سموهم بيرش، وبعد لحد الان كل شيء ما حصلنا وراها. صار تقريبا ساعة، أكثر من ساعة. هاي السنارة ضربت، شكلها حصلت شيء بعد ما أعرف، خلينا نشوف. بعد إنه يمكن ساعة أو ساعتين تجي مطرة قوية متوقع خلال 3 أيام وتستمر. فقلت لحق قبل ما تمطر الدنيا، لحق لي أحصل لي فسمكة سمشتين عيني، نسوي فيديو حلو ان شاء الله. اللي حدنا الفيديو عجبكم، اروح اشوف شنو فيلم السنارة هذه. اخوان اكو شيء، اكو شيء هنا، اكو شيء هنا، اكو شيء هنا. يا الله يا الله يا الله، بسم الله. اي سمكة.
جبنا لنا كرب رايح، جبنا لنا كرب. الله الله الله، قوية صبري صبري بتل. هسه نخليها بهذي ماشي، ونخليها بالماء نشلفها بهذا هيجي ماشي، ونخليها تبقى تتنفس، تبقى على حطتها بس باعوا، تبقى على حطتها ما متأذاية، ما أريد أخلي ما أريد أخلي بالخياشم مالتها خياط وفشي، ما أريد أذي خياشمها أضربها خطية. أخليها هيجي إلى أن شو اسمه نشوف نهايه اليوم انه وين نبقيها نبقيها، وين نرجعها هي ما بيها شيء سالمه. ليش تاذى خطيه؟ قلت ليش ما اجيب هي هاي مال هدوم مال لوندري، واحد يخلي هدوم الوسخه بيها بالبيت. الحلو بيها تطبق ما تاخذ مكان بالسياره، وبنفس الوقت حجمها لا باس بيه، كفيله كم سمكه سمكتين ثلاثه، وتخليها بالمي تبقى سمكه عايشه بالمي ما متاذايه، كل شيء تمام. هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح نشمر بنفس المكان، هذا المكان شكله مبروك ببركه. ان شاء الله انتظرونا بالفيديوهات الجايه، عندنا هوايه افكار حلوه، وعندنا هوايه اشياء ممتعه ممكن انه تونس المشاهد. فخليكم ويانا، لا تنسون تسوون لنا لايك للفيديو، ولا تنسون تسوون سبسكرايب حتى تجيكم الفيديوهات الجديده. الصيف بعده باوله، راح نسوي هواية فيديوهات حلوة، وإن شاء الله القادم يكون أحسن. وعندنا فيديوهات هم حلوة قديمة اللي عجبه يتفرج، عندي فيديوهات بالإنجليزي وعندي فيديوهات بالعربي باللهجة العراقية خصوصا. يلا بسم الله. حلو خوش مكان. هو السمك يصير يعني بالذات الكارب يصير عبارة عن مجموعات يسموهم سكولز. هاي المجموعات دائما تكون بمكان واحد، اذا هذا المكان ما حصلنا به شيء معناها اكو فد شيء هنا يمنعهم ان يوصلون لهنا، يا اما الاغصان تعيق او فد شيء ثاني او حيوان. لان هاي قبل فتره اذا اللي تابع قناتي نزلت شورت نفس المكان هذا اللي مشينا منه، لقينا بيفر، لقينا قندس بياكل هنا. مرات القندس يجوز او اي فد شيء يعني مثل عوامل طبيعيه او غير طبيعيه تاثر، فاذا ما نجحت المكان مكانه. شوفوا هذا اللقلق ايش قد حلو، ما اعرف مبين بالكاميرا او لا، راح احاول اتقرب عليه. واقف على هذا الغصن اللي بنص المي، شوفوا يا اخوان. هسه حنجرب نشمر الشبكه، ما ظل عندنا وقت، شوف شنو نحصل اذا شمرنا الشبكه.
وهذا كارب، صدنا انه كارب حلو. نحاول نجيبه بالشبشة، نحاول اني عشان نجيبه بالشبشة. يا الله عشان نزين. شوف اخوان، الجو بدا يتغير شوي شوي، المطر راح يبدي، المطر على جاية. هسه احنا حصلنا لنا بيرشات اثنين وكاربات اثنين عيني، وبعدنا ناس بين سناراتنا. احنا راح ننتظر بعد شغلة ربع ساعة هيك نص ساعة، اذا ما حصلنا شي نشيل جوالاتنا ونروح ونشوف نوزن السمكات ونشوف وزنهم شلونه ايش حصلنا. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ستة ونص باوند تقريبا وزنهم السمكات. شوفوهم الحلوات، ما اعرف بينات ولا لا، لا اي 6.5 تقريبا وزنهم. نظف الشبشة. هسه راح نهدهم. انا خلصت المساعدة، زوجتي خلصت الفيديو مال المطبق، يبقى بس النزلة ان شاء الله. انتوا خليكم ويا القناة حتى تشوفون المطبق همين، لانه احنا سوينا فيديو قديم ما صار هواية تقريبا، مو الفيديو اللي راح، الفيديو اللي قبله من صدنا الكارب، سمشتين كارب بالشبكة وواحدة بالسنارة، بقيناهم ثلاثتهم. وزوجتي سوت لنا مطبق سمك يخبل يلوق لحلوكم، وسوينا فيديو صغير عن مطبق سمك. خليكم ويانا عود حتى ان شاء الله تشوفوه، وان شاء الله انزل الفيديو هذا ورا الفيديو من مطبق سمك. لو شو تقولون نزل مطبق ورا هذا الفيديو؟ فانتوا خليكم ويانا، لانه احنا عندنا هواية ان شاء الله فقرات ممتعة، وان شاء الله افكار جديدة راح ان شاء الله تعجبكم بعد الصيف بأوله. الصيد، موسم الصيد بعد بأوله. احنا مو بس راح نصيد كارب، راح ندور على سمك ثاني، راح نسوي افكار جديدة، راح نسوي ترتيبات جديدة. ما راح اقول لكم شيء هسه، لانه اريد يعني افاجئكم ان شاء الله بيها. فان شاء الله يا ربي يكون الفيديو متاعكم اليوم وتونسنا بي. لا تنسون لايك اشتراك، وأودعناكم.